الملابس التي ترتديها يمكنها أن تؤثر على مدى وضوحك ومدى سهولة التحرك عندما تصل إلى وجهتك بالدراجة. نحن ما زلنا باستطاعتنا أن نكون أبطال خارقين في ركوب الدراجة من غير العباءة. من المهم أن ترتدي ملابس مريحة وألا تصبح خطراً على نفسك أو على مستخدمي الطريق الآخرين. الأشياء الطويلة المتدلية بما في ذلك أربطة الشنطة يمكن أن تشتبك في العجلات أو السلسلة أو أن يكون خطراً للآخرين. كما أنها أيضاً يمكن أن تجعل الصعود والترجل أكثر صعوبة مما يجب أن يكون عليه. الألوان الزاهية لها قدر من الأهمية، في حين أن الملابس الداكنة يمكن أن تندمج في الخلفية وخصوصاً في الأيام الملبدة بالغيوم وفي الليل. الملابس الزاهية والعاكسة للتفاصيل تخطف العين، ودائماً استعمل الإضاءة الأمامية والخلفية على درجتك لتجعلك مرئي في الليل وكإجراء وقائي إضافي خلال النهار. It's important to be seen as you get there by bike.